قبل أن نغوص في أعماق هذا المهرجان، بدا الأمر وكأنه تظاهرة سنوية، ليتبين فيما بعد أن ذلك لم يكن إلا احتفالا بالإفراج عن قائمة السكن الموجه للفئات الهشة في المجتمع. الحمد لله يا رب العالمين على كل حال. راكم تشوفوا في المهرجان هذا اللي راه فايت هكذا، والسكن تقسم يعني كما يقول لك بهدوء. هذه المناسبة درناها على عجل على هذا المهرجان، على عجل الناس، على عجل السكن. الإفراج عن القائمة السكنية ذات الطابع الإيجاري والمقدرة ب 443 وحدة سكنية. لم تقتصر هذه الاحتفالية على تقديم الطعام والشراب للضيوف، بل حملت صبغة تراثية شعبية ميزتها الأغاني البدوية وعروض الفانتازيا وحلقات الشعر الملحون. قومان على عيادهم ركبوا الحبل، مربوطين العام ومنص الحرار، عباية تحرير وبرانس وجمل، والخيط وبر من يا قمة حوار، قرفة والمجبود وركاب مشلل، والدير مع الراس يجلبوا الأنظار. في مكان الضيافة يستحب أن يدعو الضيف للمضيف بالخير والبركة. والضيوف هذو اللي جاوا كاع راهم يشكروا، والناس اللي دارت الطعام واللي وكلت واللي شربت واللي وقفت واللي راهم واقفين كاع ربي يحفظهم ويحفظ الجميع ويستر الجميع. لا شك أن التزايد السكاني السريع والتدفق المستمر للنازحين من الأرياف إلى المدن يعرقل جهود الدولة للقضاء على أزمة السكن ما لم يتم وقف هذا النزوح.